أهلا بكم من جديد، متواصلون دائما مشاهدينا الكرام في تقديم مواضيعنا ونقاشاتنا وفقراتنا. نتوقف عند إحياء اليوم الوطني للأسير الصحراوي بالسجون المغربية، واليوم الذي تم ترسيمه سنة 2019 ليكون فرصة لاستحضار بطولات الشعب الصحراوي والتذكير بملحمة مخيم أكديميزيك. للحديث عن آخر تطورات القضية الصحراوية والأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة، معي عبر الهاتف السيد عبد الله الرقيبي مدير الإذاعة والتلفزيون بسمارة بالعيون المحتلة. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. إذن 8 من نوفمبر تم ترسيمه كيوم وطني للأسير الصحراوي، ربما نتوقف عند أهمية إحياء مثل هذا اليوم في هذه الذكرى الثالثة، ربما من أجل تذكير المحتل بممارساته باعتداءاته المتكررة في حق الناشطين الصحراويين والمدنيين. إذن تحية لكم مشاهدي الأفاضل، مشاهدي التلفزيون الجزائري، كذلك لكم أنتم على هذه الاستضافة النيرة، ولكم تحية كذلك للإعلام الجزائري بصفة عامة على هذا التنوير المستمر للقضية الوطنية الصحراوية العادلة التي لها يعني مؤيدين كثر، خاصة الجزائر القوية والشقيقة والصديقة. على كل حال، يوم الأسير الذي يخلده الشعب الصحراوي من كل سنة في يوم الثامن من نوفمبر هو ذكرى سعيدة جدا، لأنه يعني تستحضر وتذكر العالم بمأساة عائلات الشعب الصحراوي التي فقدت أبنائها، والذين أخذوا ظلما وعدوانا لدى الاحتلال المغربي أسرى، لأنهم فقط يطالبون بحقهم في العيش الكريم وبالحرية والاستقلال، وهذا مطلب يعني مشروع تكفله كافة الشرائع الدولية. وبالتالي يوم الأسير جاء كذلك مصادفة لذلك المخيم الذي بناه الشعب الصحراوي خارج مدينة العيون المحتلة. أكثر من 120 ألف عائلة خرجت يعني خارج مدينة العيون المحتلة من أجل المطالبة بالعيش الكريم، من أجل المطالبة بالحياة الكريمة، من أجل المطالبة بالحرية والاستقلال، من أجل كذلك رفع الظلم وهذا الذي يسلط على الشعب الصحراوي أكثر من 45 سنة. وبالتالي كانت خطوة فريدة من نوعها، ربما نادرا ما نشهد يعني الناس يعني تهاجر على المدن وتبني خيام خارج المجال الحضري من اجل اعلان ارائها، ومن اجل كذلك يعني تذكير العالم بارائها. وبالتالي في تلك الملحمه التي دامت اكثر من شهر، تم يعني في ذلك اليوم المشؤوم، في ذلك اليوم الذي هاجمت فيه قوات الاحتلال المغربي هؤلاء الناس عزل في الساعة الرابعة ونصف فجرا، وهو كعادة الاحتلال المغربي لا يهجم إلا في الظلام لأنه جبان وخائف دائما. وبالتالي هجم الشعب الصحراوي في ذلك اليوم، يعني هنالك جرحى، هنالك قتلى، هنالك مأساة عاشتها عائلات، ولكن تم كذلك يعني أثر أكثر من 30 شاب صحراوي كانوا يقودون المخيم، لم يفعلوا أي شيء، لم يهاجموا القوات المغربية، ولكن طالبوا بحق في العيش الكريم ولعائلاتهم، وبذلك يعيشون على أرض يعني زاخرة بالخيرات، زاخرة كذلك بالإمكانيات الضخمة التي هي تحت باطن الصحراء الغربية وفوق كذلك وجهها. وبالتالي تم يعني آخر 19 منهم أسير، يعني أخذت فيهم أحكام يعني مهولة، أحكام يعني لا يصدقها عاقل. تم يعني البعض منهم بالمؤبد، حكم عليه بالمؤبد، البعض ب 30 سنة والبعض ب 25 سنة، وهم لم يفعلوا أي جرم سوى أنهم طالبوا بحقهم في العيش الكريم. وبالتالي وهذه القضية ربما طالبت فيها الأمم المتحدة بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى، أو حتى هناك مطالب بتقريب الأسرى وحتى بسماح لعائلاتهم بزيارتهم. نتمنى أن تكون هناك انفراج للقضية الصحراوية بصفة عامة ولقضية الأسرى الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي. شكرا لك على المشاركة سيد عبد الله زغيبي مدير الإذاعة والتلفزيون بسمارة العيون المحتلة. شكرا جزيلا لك. إذن ومن العيون المحتلة نمر إلى ولاية تندوف، ومعنا على الهواء مباشرة الزميل عمر تواجين. صباح الخير عمر. صباح النور زميلي سامة، تحية ليك ولجميع مشاهدي التلفزيون الجزائري.
إذن عمر نتوقف مع هذه الذكرى الثالثة لترسيم 8 نوفمبر كيوم للاحتفال أو للتذكير بالأسير الصحراوي القابع بسجون المغربية. ربما نتوقف عند الأنشطة التي نظمت بالمناسبة من أجل التعريف بهذه القضية ومن أجل حتى التعريف بملف الأسرى الصحراويين. وهو كذلك زميلي أسامة، اليوم الوطني للأسير الصحراوي هو حلقة من سلسلة النضالات وصمود هذا الشعب لأزيد من 45 سنة. أيضا استحضار لملحمة كديمزيك، وذلك الهجوم الهمجي من طرف النظام المغربي على مواطنين صحراويين لم يرفعوا إلا شعارات اجتماعية اقتصادية لترتقي إلى مطالب سياسية بحقهم في الحرية والاستقلال. هذا الأمر الذي لم يعجب النظام المخزن الذي عقبه بعد شهر هجوم غازي في تحت ظلمة الفجر نجم عنه عديد الضحايا الجرحى. أيضا المعتقلين السياسيين لملحمة كديمزيك التي تراوحت أحكامهم ما بين المؤبد والعشرين سنة، الأمر الذي استنكرته منظمات المجتمع الدولي. لمزيد المعلومات يحضر معي على الهواء مباشرة من مخيمات اللاجئين الصحراويين السيد عبد السلام عمر الأحسن، رئيس جمعية أولياء المفقودين ومعتقلين السياسيين. لو بإمكانه أعطانا حول أهم البرنامج برنامج المسطر على مستوى المخيمات استحضارا للذكرى. صباح النور ومرحبا بالتلفزة الجزائرية بمخيمات العز والكرامة. بالفعل قامت الجمعية والمنظمات المجتمع الصحراوي بتصدير برنامج متكامل تمثل في يعني وقفة سلمية بولاية العيون، وكذلك إصدار عدد من البيانات من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية أولياء المعتقلين المفقودين الصحراويين. وكما أننا استغربنا على الهجوم الوحشي الفجر أيضا على سلطان خيل، لذلك تم إصدار بيان يندد بهذه السلوكات. وكان يعني الحدث يحتفل به على المستوى الوطني حتى في المناطق المحتلة وقفات مماثلة. لو نتحدث بلغة الأرقام، هل تحصي الجمعية عدد المعتقلين السياسيين؟ أيضا الوضعية التي يعيشها المعتقل السياسي في السجون المغربية؟ بخصوص الأعداد ينبغي التذكير أنه منذ بداية الغزو للصحراء الغربية هناك سجلنا أزيد من 30,000 حالة اعتقال تعسفي و 4,500 حالة اختفاء قسري. هنا حاليا هناك 59 معتقل سياسي موزعين على 8 سجون مغربية كلها داخل المغرب في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، ويتعرضون لأبشع أساليب التنكيل والتعذيب، وهو ما نددت به حتى وسائط الأمم المتحدة نفسها مثل لجنة مناهضة التعذيب. والوضعية خطيرة جدا حيث أنهم ممنوعون من الزيارات منذ ما يزيد على 2 سنين، والعدد منهم يعاني من أمراض مزمنة دون أن يتلقى العلاج، كما أنها الحالة الوحيدة الممنوعة من الزيارات من الهيئات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لو بالإمكان يعني في ختام نشاطاتكم، هل لديكم تواصل مع منظمات المنتظم الدولي، جمعيات الفعاليات الأوروبية الدولية من أجل تسليط الضوء أكثر على وضعية المعتقل والأسير الصحراوي؟ هناك حالة يعني من التضامن الواسع على المستوى الدولي، خاصة هي الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي، ولكن أيضا اللجان المختصة والمنظمات المختصة مثل منظمة العفو الدولية Human Rights Watch، وكذلك يعني حتى الهيئات المعنية بحقوق الإنسان كاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، هناك تواجد مكثف لجمعية أولياء المعتقلين والهيئات الصحراوية. نرافع على هذا الملف من أجل إطلاق سراح الفوري واللا مشروط على كافة المعتقلين السياسيين، وكذلك يعني وضع نهاية للانتهاكات. ونطالب منذ مدة طويلة تمديد يعني صلاحيات بعثة المنورسول لتشمل حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى الآن مع الأسف الشديد.
نشكرك أستاذ عبد السلام على كل هذه المعلومات. نعم، يبقى الأسير الصحراوي هو أيقونة مضيئة في سلسلة نضالات هذا الشعب منذ 45 سنة، لا يزال ولا تزال تتواصل ملاحم الشعب الصحراوي لأجل الحرية والاستقلال. الزميل عمر توقين، وشكرا لضيفك الكريم. إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذه الوقفة مع اليوم الوطني للأسير الصحراوي، نمر إلى فقرة خدمة عمومية.